بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الشقيقة أعرب جلالته فيها عن أطيب تهنيه بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه ضارعا إلى المولى العلي القدير أن ينعم على سموه بالشفاء العاجل وأن يحفظه ويديم عليه موفور الصحة وتمام العافية لمو ومواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء والنماء التي تشهدها دولة الكويت الشقيقة في عهد سموه الزاهر.